والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده 10 طوبه، كل سنه وانتم طيبين. ليله عيد الغطاس، عيد الغطاس 11 طوبه، احفظوا رقم ال 29 كهك عيد الميلاد و11 طوبه عيد الغطاس. النهارده ليله عيد الغطاس، احنا بنحتفل بعيد الغطاس، عيد سيدي كبير، بنعمل له قداس كبير في الليله بالليل. التلات أعياد الكبار اللي هم عيد الميلاد وعيد الغطاس وعيد القيامة بنحتفل بيهم في قداس في الليلة نفسها. ليلة عيد الغطاس دي أصلاً العيد ده كان هو وعيد الميلاد وعيد عرس قانا الجليل حاجة واحدة، يعني الكنيسة الأولى كانت بتحتفل بالعيد ده تسميه عيد الظهور الإلهي. إن شاء الله لما نكلمكم عن عرس قانا الجليل هنقول لكم الكنيسة احتفلت ليه بي كده. لكن الثلاث قرون الأولى أخذت الشكل ده، لكن بعد مجمع نيقيا الكنيسة قننت إن عيد الميلاد هيبقى 29 كياه و11 طوبة عيد الغطاس. كانوا بيسموه بعيد الأبيفانيا أو عيد الثيئوفانيا. ثيئوفانيا يعني ظهور الإلهي. أبيفانيا دي كلمة معناها ظهور قوة إلهية، إيبيفانيا يعني ظهور قوة إلهية. فعيد الغطاس هو عيد الأبيفانيا، عيد ظهور قوة الله أو ظهور الله. تقول لي ليه بقى؟ أقول لكم لأني النهاردة في ليلة عيد الغطاس بنحتفل بثلاث حاجات مهمة قوي. بنحتفل بأول مرة البشرية يستعلن لها الثالوث القدوس بكل وضوح. اثنين، بنحتفل بأن المسيح نزل المعمودية علشان يعطينا قوة المعمودية. ثلاثة، بنحتفل كمان بأننا إحنا كمان صار لينا تأسيس هذا السر قوة المعمودية، وده هنكلم عنه بكرة إن شاء الله في العيد. أولا النهاردة بنحتفل بإعلان قوة لاهوتية، بإعلان لاهوتي قوي وهو الثالوث القدوس. في العهد القديم الثالوث كان موجود، ولكن بأي صورة؟ وجود الأقانيم اللاهوتية. منذ الأزل نستطيع أن نرى عمل الآب في العهد القديم، ونستطيع أن نرى عمل الابن وظهوراته في العهد القديم، زي مثلا يظهر لإبراهيم أبو الآباء وأكل معاه، ويظهر في العليقة لموسى النبي، ويظهر كمان لشعب بني إسرائيل كله، ولكن يظهر ونرى قوته، ونرى كمان قوة الروح القدس، زي مثلا نسمع في أول آية في سفر التكوين كان روح الرب يرف على وجه المياه. وبالمناسبة يرف دي الترجمة بتاعتها يحتضن الكون، روح القدس يحتضن الكون. ونرى الروح القدس عمله في العهد القديم، يمسح الأنبياء، يعطي تقديس للكهنة. لكن أول مرة يعلن الله ذاته آب وابن وروح قدس لكل العالم وقت العماد. عشان كده النهارده بنحتفل بعيد الظهور الإلهي، وهو العيد اللي فيه سمعنا صوت الآب لأول مرة، وكان الابن في المعمودية، والروح القدس ظهر في شكل حمامة. عشان كده الآب ينادي هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. وبه سررت دي مش معناها ان الآب عنده مشاعر فرح، لا، به سررت يعني الذي يتمم العمل الذي أرسل لأجله. مسرة الآب هو عمل الابن، هذا هو ابن الحبيب. والابن في المعمودية متجسد، والروح القدس مثل حمامة. لكن ما حدش يظن ان الروح القدس تجسد في شكل حمامة، ولكن هذا ظهور إعلاني فقط كي ندركه، يعني متناسب مع عقلنا. لما بنشوف حمامة بنحس بإيه؟ طير في السماء عالي، ونحس بوداعة،
ونحس ببساطة الروح القدس كده. أغسطينوس يقول كده: بجوار نهر الأردن نتأمل المنظر الإلهي الموضوع أمامنا، فقد أعلن لنا إلهنا، أعلن إلهنا نفسه بكونه ثالوث في واحد، ثلاث أقانيم في طبيعة واحدة. والقديس إيريناوس يقول: في الميلاد ابن الله ظهر متخفيا، وفي المعمودية ظهر علنا. حلو قوي، يعني في الميلاد ما كانش ظاهر علنا، بينما في المعمودية استعلن لكل العالم. عشان كده يوحنا المعمدان قال بكل وضوح، قال إني أول ما شفت الحمامة نازلة قلت هو ده ابن الله. قال كده جملة بقى إعلان يوحنا المعمدان: أنا أعمدكم بماء، ولكن في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه، هو يأتي يعمد، الذي يأتي بعد، الذي صار قدامي، الذي لست مستحقا أن أحل سور حذائه. ودي كانت علامة العبيد على فكرة، أنا مستحق، يقول أنا مستحقش أكون عبد لي. هذا هو حمل الله الذي يرفع، أول ما شاف المسيح جاي قال هذا هو حمل الله الذي يرفع خطايا العالم. مش مجرد واحد يتعمد، ده الحمل، ده المسيا اللي أنا ما استاهلش أحل سيور حذائه. أنا لم أكن أعرفه، ولكن الذي أرسلني وهو في البرية في الصحراء اللي قال له روح بقى أعمل رسالتك، الذي أرسلني لأعمد بالماء، ذاك قال لي أن الذي ترى الروح نازل عليه ومستقرا عليه هو الذي يعمد بروح القدس. أنا رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله. إعلان الثالوث إعلان قوي جدا. من منا بعد أن سمع صوت الآب ورأى الابن ورأى الروح القدس يشك في الثالوث؟ ولما جه السيد المسيح بقى يقول أنتوا كمان عمدوا، قال عمدوا باسم، ده مفرد، الآب والابن والروح القدس، ده الثالوث. عشان كده نحن نؤمن بثالوث في واحد، حلقات كتير اتكلمت عن الثالوث، وهو ده إعلان لأجل خلاصنا. عشان كده إحنا النهاردة بنحتفل بإعلان لاهوت، وبنحتفل بقوة العمل اللاهوتي في المعمودية. المسيح نزل المعمودية ليس لأجل ذاته، يوحنا قال له، يوحنا المعمدان قال له ما ينفعش، فقال له ينبغي أن نكمل كل بر. إيه البر بقى ده؟ إن نزول المعمودية أعطى لهذه المياه قوة كي تجدد وتعلن ميلاد الإنسانية من جديد، وده هنشوفه بكرة إن شاء الله. عشان كده نيجي النهاردة بقى ونعمل طقس خاص بالمية. النهاردة بنحتفل في قداس الغطاس بطقس اسمه طقس اللقان. احنا بنعمل اللقان ده ثلاث مرات في السنة، يوم عيد الغطاس ويوم خميس العهد ويوم عيد الرسل. اشمعنى التلات احداث دول ليهم ارتباط بالمية؟ عيد الغطاس المعمودية، وعيد وخميس العهد ان المسيح انحنى واخذ المية غسل اقدام التلاميذ، ويوم عيد الرسل ان الرسل خرجوا يعمدوا العالم كله. لكن النهاردة الطقس مختلف في حاجة صغيرة، هي ايه؟ ان اللقان النهاردة بيتعمل قبل باكر. تقولي ليه بقى؟ اقول لك علشان اللقان بتاع النهاردة مرتبط بيوحنا المعمدان السابق للمسيح. فبص الكنيسة تعمل كده شوية حاجات علشان لما نشوفها نسأل هو ليه النهاردة اللقان قبل باكر؟ فالكنيسة ترد تقول لنا علشان يا حبايبي يوحنا المعمدان قبل المسيح، ده السابق. فالكنيسة بتعيشنا وتفهمنا وتعلمنا الأمور اللاهوتية بالصورة دي. المية بقى ليها قوة، ففي البداية زي ما قلت لكم روح الله كان يحتضن الكون من المياه. يقول روح الرب يرف على وجه المياه، يحتضن المياه، وكأن تعاد قوة المياه من جديد في الخلقة الجديدة حينما يحل روح القدس يحتضن المياه مرة أخرى، فتولد من حضن الروح القدس في المعمودية. ويجي مرة تانية لما ربنا حب يجدد البشرية جددها بالمية، وكأنه بيغسلها. لما البشرية فسدت وقت النوح، فيروح ينزل طوفان
يغسل العالم من تاني. ولما جه حب الشعب في العهد القديم يعبر من عبودية فرعون إلى حرية أولاد الله في الملكوت الجديد عبر صحراء ثم يصلوا إلى أرض الموعد، خلاهم يعبروا من مياه المعمودية بس في شكل رمزي اللي هو إيه؟ البحر الأحمر. مش إحنا اللي قلنا الكلام ده، ماري بطرس قال دول عبروا كده وتعمدوا من السحابة، وماري بولس قال كده. والمية في العهد القديم كتيرة، يعني رؤية حزقيال للهيكل إن رأى العرش وبتطلع منه مية غطى العالم كله. ويشوع بن نون لما أخذ الشعب عبر بيه الأردن كانت أيضا المية لها رمز، وحط 12 حجر علامة على 12 سبط، لكن كانوا يرمزوا أيضا لمعمودية العهد الجديد من 12 تلميذ. معمودية والمية ليها عمق كنسي. لكن تستغربوا بقى إن كمان عيد الغطاس ده المية دي بقت ليها عمق تاريخي، حتى إن لما جم الفاطميين مصر هما كانوا حابين يعملوا حالة اجتماعية حلوة. الفاطميين دول كانوا لطاف على فكرة قوي، يعني قعدوا في مصر عملوا حاجات مهمة، هما اللي عملوا المولد النبوي، وهم عملوا الاحتفالات الاجتماعية، وهم اللي كانوا بيعملوا التطشات اللطيفة. من ضمن الحاجات اللي عملوها للأقباط قالوا احتفلوا بأعياد بتاعتكم بصورة اجتماعية، فجم الأقباط احتفلوا بعيدين اجتماعيا كبير قوي، عيد الغطاس وعيد الناروز. عيد الغطاس كانوا يحتفلوا زي أيام الفاطميين، كانوا يطلعوا كل المسيحيين في النيل وياخدوا مراكب وفلايك في النيل ويقعدوا طول الليل في احتفال في النيل، والأقباط ينزلوا في النيل يستحموا في النيل. وكان حتى المقريز يقول النصارى يرسلون أولادهم في الماء وينزلون جميعهم، ويكون ذلك في ليلة شديدة البرودة. ومؤرخ تاني اسمه مسعودي يقول في ليلة الغطاس كانت ليلة عظيمة مفرحة للمسلمون والأقباط، يعني حتى المسلمين كانوا بيشاركونا الاحتفال ده. ويقول المصريون مسلمون وأقباط يذهبوا إلى النيل ويطوفون بالمراكب والمشاعل والشموع ويجلسون على الشطوط يأكلون ويشربون ويمرحون معا. حالة اجتماعية حلوة، هو دي الحالة اللي احنا عايزين نعيشها، يعني ان احنا حتى في احتفالاتنا سوا نحتفل ببعض. فيش حد بقى يقول لا ما يصحش ان حد ما يقولش للتاني كل سنة وانت طيب. يا عزيزي المحبة حلوة، الحياة الاجتماعية حلوة. الأقباط كانوا بيشعلوا في الليلة دي ما يقرب من 2000 شمعة، والفاطميين يقولوا على حساب الكلام ده. فالفاطميين الحكومة كانت تحط مشاعل على ضفاف النيل في طول نيل مصر عشان تنور الأقباط ومسلمين وهم بيقضوا الليلة دي. يقولوا كانت ليلة يقعدوا يغنوا ويمرحوا ويفرحوا بيها. وبعدين بعد الفاطميين ما انتهوا جم اللي بعد منهم المماليك قالوا هتنتهي العادة دي، بس الأقباط كان خدوا على كده، فعملوا حاجة لطيفة جدا، بقوا يعملوا في الكنايس حاجة زي بسين كده، يعني مغطس كده في الكنايس. وتلاقوه اللي منكم يزور كنيسة الأنبا شنودة الأثرية في مصر القديمة يلاقي فيه مغطس. المغطس ده مش معمودية، ده كان الاحتفال بعيد الغطاس. لما خلصت الحكاية دي الكنيسة قالت الأقباط ولا تزعلوا هنعمل لكم مغطس في الكنايس. وكان في ليلة عيد الغطاس يجي الأقباط ويغطسوا فيها ويقعدوا على ضفاف المغطس ده يقضوا الليلة بتاعتهم. تقول لي بس في حاجة تانية في عيد الغطاس بقى، طبعا كلكم هتقولوا القصب والقلقاس والبرتقان، دي حاجات فرعونية بقى. يعني كان الفراعنة كانوا بيحتفلوا بمواسم حصاد، من ضمن الحاجات اللي كانت في الوقت ده اللي هو القصب والقلقاس والبرتقان. لكن برضو الكنيسة عمدت الحكاية دي فقالت البرتقان في مية مسكرة زي المعمودية ما بتدينا حلاوة الحياة مع المسيح، والقصب بيطلع منه مية مسكرة زي المسيح ما بيدينا القوة الروحية في المعمودية.
حاجات لطيفة، ويقولوا زي ما القلقاس ده بيتدفن في باطن الأرض عشان يطلع، فكمان المعمودية مدفونين. طبعا ده تأملات يعني، لكن الأصل للحكاية دي فرعوني أصلا. وتستغربوا حاجة غريبة جدا، الأقباط كانوا يقولوا زي ما قلت لكم وقت الفاطميين إن اللي ينزل في المية ده السنة دي ما يجالوش مرض. جبناها منين؟ دي مش عقيدة مسيحية خالص يعني، ولا إيمان أرثوذكسي تماما يعني، لكن الحكاية دي ليها أصل فرعوني. يقولوا في ليلة شديدة البرودة اللي هي من الليالي بتاع الطوبة دي، يقول في الليلة دي رموا جسد أوزوريس بعد أما اتقتل في النيل. ففي هذه الليلة، في الليلة اللي اترمى فيها أوزوريس في النيل، فيقولوا إن صار ماء النيل مقدس لما اترمى فيه جسد أوزوريس. فيقولوا الليلة دي بقى اللي ينزل في ماء النيل ده الفراعنة ياخد قوة تقديس ويشفى من مرضه. فبصوا الكلام ده من 3000 قبل الميلاد، لكن في تاريخنا القبطي نحتفظ بكل حضارتنا. فيجي عيد الغطاس لما يسمح لينا ان احنا نقعد نحتفل على النيل، فتيجي الفكرة نقول ما هننزل في النيل في عيد الغطاس علشان الفكرة الفرعونية دي، لكن ده احتفال. احنا النهاردة احنا بنفرح حتى وما كانش فيه عمل اجتماعي خارجي، لكن الكنائس بتاعتنا هي ايضا تعويض اجتماعي. احنا كلنا بنفرح الليلة دي، كلنا بنفرح، البيوت تقعد تتجمع كده ويمصوا قصب واللي يقشر برتقال، وتاني يوم ناكل قلقاس، وان كان ده عمل اجتماعي لكنه ايضا حلو. الكنيسه بتحب ده، الكنيسه بتعمد الاعمال دي، بتحب ان كل شيء بنعيشه بفرح وبساطه، زي ما قالت الكنيسه الاولى كانوا يتناولون الطعام ببساطه وبفرح. هي دي الكنيسه. كل سنه وانتم طيبين. إلهنا كل المجد والكرامة للأبد.